الوجود فيها ألوان الفرح أو كل سكون لو الحياة فوها نصل الوجود فيها ألوان الفرح أو كل سكون والألم لو هو ألم يخلق ندم بس أكيد اللي يصير ما من عدم والألم لو هو ألم يخلق ندم بس أكيد ما من عدم أيام ندى جنب آدم كم بتاخذ كم بتعطي كم يطول كم يطول عمرك دهر يا ابن آدم كم بتاخذ كم بتعطي كم يطول كم يطول عمرك دهر هذا محال بس لو تطال الزمن والزمن ليه هو زمان يسرع ياخذ من العمر أحلى العمر بس لو تطال الزمن والزمن ليه زمان يسرع ياخذ من العمر أحلى العمر من يديه هو دائما لأن كل شيء في زمان الدنيا دي مو دائما لأن كل شيء في زمان تبقى في نفس المكان تبقى في نفس الزمان تفقد الأمان كل الأمان أيام الدورة أيام أيام الدورة أيام رغم الألم والاختيار والزمن لك اختبار رغم الألم والاختيار والزمن لك اختبار كل القرار بينك نعم كل القرار بينك نعم عندك 48 ساعة ترجع لي فيهن فلوسي أو إني أسلم المكالمة هذه للشرطة وبعدك بترجع لي فلوسي تهدديني؟ أيوة أنت اللي خليتني أتكلم معك بهذه الطريقة وأنت اللي بتخليني أنا في التهديدي إذا ما رجعت لي فلوسي والحين تفضل اطلع برا بطلع يا فوزية بس أنا كنت جاي علشان الموضوع ولازم أسويه طبعا فلوسك في هذا الظرف يا فوزية أديهم لو حبيت أديهم لأني أساسا جاي علشان أرجع لك فلوسك والمكالمة هذه إذا حبيت توديها الشرطة أو أي مكان ثاني وديها أنا ما عندي مانع لأنه خلاص ما عاد يهمني شكرا لوقفتك معي يا فوزية انت ايش جاي تسوي هنا شيء ما يخصك بتشوف يخصني ولا ما يخصني المهم خلي زياراتك لهاي الشركة تكون آخر زيارة مفهوم؟ صباح الخير أستاذ عبد العزيز سميرة موجودة؟
ما موجودة. عنها إن شاء الله ما جات. أستاذ عبد الحميد، أستاذ عبد الحميد. عزيز، ايش تسوي هنا انت؟ خذي يا انسه هذا القرار وصوريه ووزعيه على جميع موظفي الشركه. هذا قرار بانهاء خدمات الاستاذ هلال بن سالم من الشركه نظرا لسوء سلوكه وعدم امانته. انت؟ انا ما اسمي انت يا مدام، انا اسمي الاستاذ عبد العزيز بن ابراهيم، المدير العام لشركه الامين للتجاره والمقاولات. الظاهر انك رجعت لاحلامك المريضه مره ثانيه. احلامي المريضه انا عالجتها من زمان يا مدام، واشتريت نصيب منى وامين من هذه الشركه، ومستعد اشتري نصيبك انت بعد. وكل الاوراق في هذا الملف. هذا الملف في جميع الاوراق اللي تثبت صحة كلامي. تفضل يا استاذ. ولعلمكم جميعا، من اليوم ورايح كلمتي انا بس اللي راح اتنفذ. مفهوم يا عبد الحميد؟ جهزي لي كل ملفات الشركة وفي أسرع وقت، مفهوم يا نزار؟ عبد العزيز، أبو سعود، أبو سعود. يا ابو سعود، يا ابو سعود، الله يهديك. ما ابغى اسمع ولا كلمه. انا حر في اللي فيه. وبعدين هلال هذا ما ابغى يدخل الشركه ابدا. خلينا نتفاهم يا ابو سعود. ما في تفاهم اقول لك، خلاص. الا اذا اقنعت سميره انها تبيع نصيبها من الشركه وبس، ولا كلمه. ايه بس انا متى بضل كذا، من قضيه لقضيه ومن مشكله لمشكله؟ انا ايش سويت علشان اخسر بيتي واولادي والحين قاعد اخسر شركتي؟ ام امين، لازم نكون هادين عشان نقدر نفكر ونخرج من هذه الورطة الجديدة. أنا من وين يجيني الهدوء؟ قولي من وين يجيني الهدوء وأنا كل يوم تجيني مصيبة جديدة على راسي؟ أستاذ عبد الحميد. أيوة يا أم أمين، لازم نهدأ شوية عشان نعرف كيف نخرج من هذا المأزق الجديد. ما قادرة أحس نفسي ما انفجر يا عبد الحميد. لازم نضغط على نفسنا، خصوصا أن عبد العزيز عنده الأوراق القانونية اللي الحين هو يملك فيها جزء كبير من الشركة. هذا حيال وغشاش، هذا إنسان غير محترم، قدر يحتال على ولدي وبنتي ويبي يسرقني. طيب الحين احنا لازم نثبت وبشكل رسمي وقانوني انه عبد العزيز بالفعل نصاب وغشاش وقدر يضحك على اولادك ويشتري منهم نصيبهم من الشركة. انا حاس يا هلال ان عندك فكرة. انا صحيح عندي فكرة، بس أرجو أن أم أمين ما تأخذ على خاطرها من اللي أقوله، لأن الفكرة اللي عندي هي الخيط الوحيد لحل هذه المشكلة. قول يا هلال قول. إحنا لازم نستخرج تقارير طبية من المستشفى تفيد أنه منى مريضة نفسيا وأحيانا تكون في غير وعيها وتتصرف تصرفات غير طبيعية بسبب حالتها الصحية، وخصوصا انه هي كانت تتعالج عندهم في المستشفى. بعد كده نرفع قضية على عبد العزيز بانه استغل حالة منى الصحية واشترى منها نصيبها من الشركة. صح يا هلال، صح. وانا من بكرة راح اروح المستشفى واجيب هذه التقارير. والحال نفسه هو مع امين. ايش تقول سميرة؟ بحر الدموع في عيونك
أنا عارف يا خميس يا أخوي ليش تفكر؟ فكر وتسأل نفسك ليش الناس لما شافوك وقفوا يتهامسون؟ أي عارف، والسبب ولد أخوك اللي ما ساكت عن ديك السالفة. أي سالفة؟ أي سالفة بعد؟ سالفة كلامة عن سلبة، ما ساكت عن عنق البنية في حالها، فضيعة. حسان أنا بقطع له لسانه هذا الولد. لا يا خميس لا، قاطع لسان حسان خلى علينا، بس اهم شيء انك انت توافق. اوافق على ايش؟ ها؟ اتوافق على قطع لسان حسان؟ وانت علامك واقف، ايش باغي؟ لا انا يعني قصدي اني انا خميس اخوي انا ابغى اتكلم معك كلمتين وكلمتين. اسمح لي ادخل معك، موضوع خاص ما يصير يكون تكلمني في الدرب. فواز تكلمت وسمعك. في الحقيقة يا خميس يا أخوي السوالف اللي طلعهن حسان على سلمة ما تعجبني، وهذا الولد لازم يوقف عند حدي، وانت تعرف أنا ما إلي سلطة عليه. ادخل في الموضوع على طول. ما أريدك تفهمني غلط يا خميس، اللي مكتوب بيصير غصب عني، واللي ما مكتوب فلازم نرضى باللي قسم رب العالمين. مرشد قول اللي عندك. علشان اقطع لسان حسان انا جاي اجدد طلبي القديم واخطب بنتك بنفسي مره ثانيه. اما صحيح انك ما تستحي على وجهك. خميس أنا ببيتك وأنا أقول لك اطلع من بيتي، لا يجيك شيء ما يسرك يا مرشد. أنا ما غلط، وافقت أهلا وسهلا، ما وافقت هذيك بنتك وبتحر معها، ما أجبرك على شيء. قول لي ماشي نصيب عشان أخطب واحدة غيرها خلاص. ماشي نصيب وإلى الأبد. لحظة يا أبوي، أنا موافقة أتزوج مرشد بعد ما تخلص العدة. بس ترجع البيت والمزرعة باسم أبوي وبأوراق رسمية. لو حبيت من بكرة تكون الأوراق جاهزة يا سلمى، بس نتفق واسمع موافقة أبوك. انت مش تقولي انت حكمت عليه مره وزوجني بحسان، الحين انا اريد احكم على نفسي واتزوج مرشد. ها خميس ايش قلت؟ موافق؟ ما اريد اكسر كلامك، بس مرشد انسان عدواني، واذا ما زوجتني اياه
راح ينتقم منك. وأبسط شيء بياخذ البيت عنا ويجلسنا في الشارع. خلينا نحل مشاكلنا معاه طالما انه الحل بيدنا. اذا تزوجتيه بموت مهموم، ومرشد بيكون اخذ منه كل شيء، حتى لو رجع لي المزرعه والبيت. انتي بالنسبه لي كل شيء يا بنتي. بكون معك وانت معي، بس انت وافق يا ابوي، وافق. انا خايفة عليك من البهدلة وانت في هذا السن. اللي طول عمري رفضته وما بغيت يكون زوج، ليش تقوم انت وتتزوجين؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي ما راح اقطع يدي عنيش. واذا يديش ضعيفه انا واخوي بنقويها. ايش تريد منه؟ يمكن يبغى ورث ابوه. لا يا امي لا، انا اريدكم انتو، ما اريد ورث، ما اريد فلوس. انا رضاش عندي بالدنيا كلها يا امي. حسان ما أنا ضايع من غيركم، كل مرة أجيكم وتصدوني. أنا لو مسوي جريمة لازم توقفوا معي وتساعدوني. إذا غلطت فأنا إنسان محتاج تردوني لصوابي. أنا الحين جاي ومحتاج لكم أكثر ما أنتم محتاجي لي. Yeah.
ذكية هناك وحليلها مرة متجننة. يعني اللي سواه يا ولدي نفس اللي سواه في أبوك الله يرحمه وعمك. كل هذا سواه مرشد؟ ومن غير ما حد يحس فيه. حتى الناس اللي ساعدوه ووقفوا معاه مثل درويش وحارب سوالهم مشكلة ودخلهم في السجن. لا بعد انت باغي تحط يدينك في يدين مرشد. ما حبا فيه يا أمي، ما حبا فيه هو، أنا كنت أريد أرجع حقوق عمي منه. عمك؟ عمك الحين ما طايقنا البر. خلينا من عمي الحين، المهم أنا أريد أرجع كل حقوق الناس اللي سرقهم مرشد، وأولهم حق فاطمة بتقولي عنه. على طاري فاطمة، أنا على فكرة مقتنع بفاطمة الحين، وإن شاء الله ناوي أتزوجها عن إذنك. فين رايح ولدي؟ أروح أطمن على فاطمة وأمها، وبعدين أروح مسقط أصفي كل حساباتي هناك وأرجع لكم على طول، عشان نكون مع بعض وإيدنا في إيد بعض ونساعد الناس على الخير بدل لا نضرهم. الأصيل يرجع لأصله يا ولدي. أشوفك على خير يا أحسن أم في العالم. الله يحفظك يا ولدي. مع السلامة. ثمانية. ولا يهمش يا خالتي، ولا يهمش، إن شاء الله كل شيء يرجع مثل ما كان، ومرشد أنا ما راح أخليه يتهنى بشيء من اللي سرقه. وأنا موافق يا خالتي أدير لشتجارتش وأموالش. لا تخلينا وحدنا يا ولدي يا غسان، إحنا ما لنا حد غيرك. ولا يهمش يا خالتي، ولا يهمش، أنا بس راجع مسقط كمين يوم، ولما أرجع هنا بكون معاكم إن شاء الله. أنا أستأذن لك. الله معك يا ولد. تأمروا على شيء؟ أحسنت. مع السلامة. مع السلامة. استريحي يا خالتي، أنا دلت. طيب. إذا كنت تريد تكلميني في موضوع الفلوس اللي أعطيتيني إياها، فأنا أحب أقول لك إنه حقك عندي ما يضيع. أنا ما أستاهل أسمع منك هذا الكلام يا غسان. أي فلوس اللي جالس تتكلم عنها؟ أنا أعطيتك إياهم برضاي. إذن إيش فيش؟ أشوفك مترددة وكأنه في موضوع باغي تتكلمي فيه وما قادرة. أريدك تخبرني بكل صراحة وبكل صدق، أنت تريد تتزوجني باقتناع ولا أنه في سبب ثاني يخليك تفكر في هذا الزواج؟ أنت طلبت مني أكون صريح وواضح، صح؟ وأنا ما رايح أمنع هذه الصراحة عنك، بس حبيت أقول لك شيء واحد، أنه أنت صاحبة القرار في موضوع زواجنا بعد ما أنا بنفسي. عجب أسمع جوابك قبل كل شيء. أنا الحين يا فاطمة أريدش كزوجة بكل ما تحوي هذه الكلمة من معنى بصدق، وهذا عشان صراحتش ووضوحش وقلبش الطيب يا فاطمة. أنت ما مثل غيرش صدقيني. تقصد من مثل غيري؟ هذه سالفة طويلة أحكي لي إياها بعدين. فهمت من كلامك إنك ما كنت تريدني إلا لهدف. أنا راح أكون صريح معاش وبقولش على كل شيء.
أنا أنهيت خدماتك. إيش قال تسوي في الشركة؟ تفضل اطلع برا. اطلع. مش أنت اللي طلعني بهذه السهولة من عملي يا أستاذ. أنا رافع عليك قضية التزوير في أوراق رسمية، ولما تحكم المحكمة لصالحك ساعتها سوي اللي تريده. وطبعا خلال هذه الأيام احنا ما نسمح لك بدخول الشركة لأي سبب من الأسباب. حتى انت يا عبد الحميد؟ أنا أول واحد أوقف ضدك يا عبد العزيز. ما بهذه السهولة تستولي على الشركة. لا تفتكر أني جالس أشوف عليك تسوي اللي تسويه. لا يا عبد العزيز، هذه الشركة أنا بنيتها بدمي وعرقي. بس أنا اشتريت يا عبد الحميد. ما في حد باع برضاه يا عبد العزيز. أنت اشتريت بخداع وغش، وهذا بيع باطل، وهذه جريمة تضاف إلى جرائمك السابقة. يعني أنتم متأمرين علي؟ ما أريد أشوف وجهك مرة ثانية هنا في الشركة علشان لا ألبسك تهمة ثانية. أنت تهددني؟ أنا أهددك وأهدد اللي أكبر منك. لا تفتكر نفسك تخوفنا بالأوراق اللي عندك. اللي عندنا أقوى منك مليون مرة يا أستاذ، وساعتها المحكمة تبلغك بكل شيء. يا ايمان، انا جاي اخدش البيت الحين. ما على كيفش اخدش، يعني اخدش، ولا ترى بيحصل شيء غير طيب. تفضلي روح البيت. عسفة، مستحيل من يوم أرجع معك أي مكان. لأن الشيطان يا إيمان، وخلي روح بيتنا بسرعة. ما في شيطان غيرك في هذه الدنيا يا عبد العزيز. إيمان! عسفة، رجع ماني راجع معك أي مكان، وسوي اللي تريد تسوي. يعني هذا آخر كلام عندك؟ هذا آخر كلام عندي، وما عندي أي شيء يزيده على اللي قلته. أنا ما خايفة منك يا عبد العزيز. إذا أنت طالق. طالق يا إيمان. هذا اللي كنت اريده منك يا عبد العزيز. ولا تنسى انك تطلع من بيتي انت وولدك. عندك 48 ساعة. اذا ما طلعت من بيتي راح اتصرف بالطرق القانونية.
يعني علاقتك انتهت بي للأبد؟ للأبد يا سميرة. يا ريت أنا بعد علاقتي معها تنتهي للأبد علشان أقدر أرتاح بصدق. لكن الظاهر عبد العزيز بيخسر لي كل شيء. يا إيمان سميرة لا تخسري كل شيء، حاولي تنقذي اللي تقدري عليه. الأيام تمشي يوم ورا يوم يا سميرة، أسبوع ورا أسبوع، أمين بعده في السجن والتحقيق ما انتهى يا سميرة. لا يا إيمان لا، رأيي بيظل مثل ما هو. أمين خلي يموت في السجن، يستاهل اللي صار له. مدام ما يسمع كلامي ما يبي يسمع نصيحة أحد. بس هو محتاج لك، محتاج تخرجين من الحالة اللي هو فيها يا سميرة. هو ولدك وأنا يا إيمان، من يساعدني يوقف معي، من يخرجني من الظروف المشاكل اللي أنا فيها. خبريني عيالي كلهم تخلوا عني، ما حد بقى معي يا إيمان، ما حد. أنا خسرت كل شيء. يمكن اللي كنت رافضته في يوم وما أبغى يبقى، الله سبحانه وتعالى ثبته في بطني علشان يمكن بيعوضني عن كل شيء يا إيمان، كل شيء. بس هذا عمرك ما اهتميتي فيه، وأنا ما أعتقد ولا مرة راجعتي في المستشفى. ماذا داعي؟ ما ظنيت إن في داعي إني أنا راجع؟ لا كم يوم يكون معنا موجود. بس أتمنى لو أمين ومنى يكونوا معانا. عندكم 48 ساعة تخلوا هذا البيت. شوفوكم سكن ثاني، لأني أنا بطلع من هذا البيت. خير يا أبوي؟ إيش اللي صار؟ أنا وإيمان انفصلنا. ندور على حل. عمتي خلاص ما تبغانا نجلس في بيتها. انا ما اعرف ايش اسوي، تفكيري متوقف، حتى ابوي ما قال لي ايش اسوي. ايش وانت في ايش؟ طبعا الحين موضوع اخويا مين صار ما يهمكم. امين بيطلع متى؟ وما حد جالس يسوي شيء. متى؟ ارجوك كفايه، لا تقهرني اكثر من كذا. ان شاء الله تنبطي من القهر، وامين ان شاء الله ما يطلع من السجن.
عمي مرشد مبروك يا حبي، مبروك مبروك. يا مطر الله يهديك، ما تكسرني وانا واحدة محتاج للقوة الحين. انت قوي يا عمي قوي. يا الله. سمعني يا مطر. نعم يا عمي. ابغاك تسير الحارة وتعزم اهل الحارة كلهم وتقولهم ان الليلة ملكة عمي مرشد. ان شاء الله يا عمي ان شاء الله. بس عن يكون حسان وغسان يعرفوا شي. ها يعني ما اعزمهم؟ لا 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 لا، كيف تعزمهم؟ خاف يجوا يخربوا علينا كل شيء. سمعتني؟ كلامك صحيح يا عمي. هيا يلا سير سير. ايش عليك يا المعرس؟ ايش عليك يا المعرس؟ ايش عليك؟ يا عمي ايش رايك بهالمناسبة الحلوة اعطيك معزوفة؟ هلا يلا هات سمعني سمعني هات. سلمى سلمى سلمى. خلاص وكيل الحين روح روح سير سير سير. عليك يا المعرس ايش عليك؟ والله بسرعة والله العظيم فرحان مسكين شرواي فرحان. يلا تصرفات غبية أو إنك تتبع أبوك. ها اسمعني، لا تخلني أندم مما أكثر مما أنا ندمان على إني أنا تزوجتك في يوم من الأيام. فاهم كيف يعني؟ تروح تطلع لي أخوي يمين الحين. فاهم الحين تروح تطلع لي يمين؟ لا حبيبتي، اليوم نحن رايحين صحار. أنا ما بروح معك هناك، أنا طول عمري عايشة هنا. بتروحي معاي المكان اللي أنا أريده، إن شاء الله آخر الدنيا، أنت فاهمة؟ أنا ما بروح، روح براحك. وين بغيت تروح يعني؟ بيت أمش؟ أمش اللي حتى ما بغيت تشوفش؟ ولا بغيت تروح عند أخوش أمين السجن؟ بروح عند أمي، برجع بيت أمي، ولا أعيش مع إنسان مثلك أنت عديم الشخصية. أنا عديم الشخصية؟ أنت عديم الشخصية. أنا شو بعرفك من هو عديم الشخصية؟ عديم الشخصية. بتروح العالم تفضل عليه تفاهم. Thank you.
موعد ولادتها بعيد. يعني ما اليوم؟ لا ان شاء الله اليوم، بس يحتاج لها عملية. لكن للأسف الطفل مشوه خلقيا نتيجة الأدوية اللي كانت تاخذها. الفاتحة. أنا لازم أوقف هذه الملكة. هذه الملكة لازم ما تتم. لا يمكن إن زوجي مرشد. لا يمكن إن مرشد ياخذش. مرشد ممكن ياخذ أي شيء مني. لكن أنت لا. ما ممكن ياخذش مني لا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. راجعنا عمي مرشد، عمي مرشد.
قوم يا عمي، قوم يا عمي، قوم الليل عرسك عمي برجي، شوفني شوفني لابس نقاش جديدة وكمة جديدة يا عمي، قوم يا عمي اضربني اضربني يا عمي، انا افرح لما انت تضربني، انا افرح لما انت تضربني يا عمي، قوم 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 يا عمي، ترى الزمن لك والدنيا لك يا عمي، عمي ماشي، قوم قوم يا عمي، قوم يا عمي، قوم قوم يا عمي، قوم يا عمي، ولا تتركني في ندم يا عمي، تراني كبير الندم يا عمي، قوم 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 يا عمي، قوم 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 يا عمي، قوم يا عمي، ايش اقول لك يا بنتي غير عظم الله اجرك، مرشد مات مات وانتي وردتيه، مرشد مات وشل ذنوب الناس اللي ظلمهم، أول شيء تسويه يا بنتي بترجعي حقوق الناس اللي ظلمهم، مرشد أولهم أنت يا أبوي وفاطمة،
ترجع تقول ليت اللي صار واللي صار ما كان، ترجع تقول ليت اللي صار واللي صار ما كان. في نفس الزمان تبقى في نفس المكان، تفقد الأمان كل الأمان، تعيش في دوامة ندم أو في العدم. Hello.